دلوقتي بنستأذن سيادتك يا فندم في عرض بعض من هذه المشروعات الخاصة بمبادرة ابدأ عبر الفيديو كونفرنس. مصنع فيوتك لإنتاج معدات ترشيد الطاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محافظة المنوفية مصنع الرجال والقادة، بنحيي حضرتك يا فندم وبننقل ليك تحية كل أهل وعمال مدينة السادات الصناعية قلعة الصناعة الوطنية المصرية. أنا يا فندم الدكتور المهندس محمد حلمي هلال، رئيس مصانع فيوتك لصناعة معدات الإضاءة الذكية الموفرة للطاقة. إحنا يا فندم شركة مصرية متخصصة في الأبحاث والتطوير في مجال الإضاءة وترشيد الطاقة. النهاردة يا فندم وعلى بركة الله وبالشراكة مع مبادرة ابدأ ومباركة فخامتك، بنفتتح مصنع كشافات الليد الذكية. المصنع يا فندم عبارة عن مجمع صناعي مكون من 4 أدوار. احنا دلوقتي يا فندم في صالة تصنيع كشافات الليد الذكية. الطاقة الانتاجية للمصنع ده 250 كشاف في الساعة، وده بيخليه واحد من اكبر مصانع انتاج الكشافات في العالم. المشروع بتاعنا يا فندم بيستوعب 320 فرصة عمل مباشر، بالإضافة ان المصنع احد اهم مكوناته مدرسة فنية على اعلى مستوى في التعليم والتدريب، بتتسع ل 240 طالب ومتدرب، ودي بتضمن للمشروع توفير الموارد البشرية والكوادر المؤهلة لاستمراره ولتطوره. اسمح لي يا فندم اتقدم لسيادتك ولفخامتك بالشكر وللقائمين على مبادرة ابدأ، اللي لما تواصلنا معاهم كانت استجابتهم سريعة وفاعلة. المصنع ده يا فندم حتى شهر فات كان ممكن يتقفل، وكان متوقف عن العمل، وكان بقاله 3 سنين واقف، وكان ممكن ما يتفتحش ابدا ويتحول لنشاط مختلف. المبادرة شجعتنا وساعدتنا ان المصنع يشتغل والمكن يدور. احنا نسبة المكون الحالي المحلي عندنا في الوقت الحالي تتراوح من 50 لـ60%. النسبة دي راح ترتفع بإذن الله لأكثر من 85% بالتعاون مع ابدأ. بنشكر حضرتك يا فندم على جهدك الكبير، اللي برغم الأعباء الكتيرة حضرتك بتبقى معانا في كل المناسبات الكويسة وبتنسناش أبدا يا فندم. اهتمام سعادتك بالصناعة الوطنية أساس لبناء اقتصاد وطني قوي، وبنأمل إن فخامتك تدعمنا وتدعم مشروعنا من خلال تبني استخدام التقنيات والمنتجات الذكية في مختلف مشاريع الدولة، وبالذات في مشروع حياة كريمة. احنا نقدر يا فندم بالمنتجات بتاعتنا نوفر اكتر من 50% من الطاقة اللي بتستهلكها اضاءة الشوارع والمباني. القيمة المضافة الحقيقية لمشروعنا والمنتجات بتاعتنا اننا بنوفر طاقة للدولة قيمتها اكتر كتير من قيمة المنتجات اللي احنا بنصنعها. وبنخلق يا فندم فرص عمل خضراء بتدعم الاقتصاد الوطني. النوع ده يا فندم من الصناعات بيحتاج دعم سياسي، واحنا واثقين من مساندة فخامتك ودعمك للصناعة الوطنية. احنا يا فندم بيسعدنا بنلتمس من حضرتك انك توافق ان احنا نتبرع ب1000 كشاف ذكي لمحافظة المنوفية لمبادرة لحياة كريمة، و500 كشاف للمدارس، و1000 وحدة إضاءة خاصة لمدارس أولادنا في المنوفية. لكن الهدية الكبيرة بقى يا فندم في معناها من عمال وولادي وبناتي في مصنع فيوتك، هم بيتبرعوا بأجر يوم اللي هو يوم العمال إلى صندوق حياة كريمة. حفظ الله الوطن، حفظ الله مصر، حفظكم الله قائدا وزعيما للأمة المصرية. شكرا. باشمهندس محمد استنى شوية بس بفضلك. الكشاف ده تكلفته كام مقارنة بالكشاف العادي؟ يعني الكشاف ده يساوي كام؟ أنا آسف إني بسأل السؤال ده، بس أنت قلت كلام مهم، قلت ده بيوفر 50% من الطاقة. أنا فندم أنا بشكر سيادتك يا فندم. اتفضل. أنا بشكر سيادتك يا فندم على الأسئلة ديت. السعر بتاع الكشاف بتاعنا أقل بنسبة 70% من الكشافات المستوردة. الكشاف بتاعنا تحديدا يا فندم بيساوي ما بين 2000 لـ2500 جنيه، وبيوفر خلال فترة تشغيله اللي بتمتد ل10 سنين يا فندم أكتر من 400% من قيمته. ده بالنسبة للعميل للمستخدم، لكن بيوفر للدولة 3 أضعاف القيمة دي. سيادتك والمشروع ده يا فندم كانت رؤية سيادتك. سيادتك في 2014 اديتنا، يعني حضرتك قلت الرؤية واحنا خدناها كأهداف واشتغلنا عليها. حضرتك قلت ان احنا لو وزعنا 300 او 400 مليون لمبة أمينة، وبشكر سيادتك جدا على كلمة أمينة دي،
اللي يعني احنا كخبراء وعلماء في المجال بتاعنا وقفنا قدامها كتير. طبعا شفنا مع كل حضراتكم صوره دلوقتي، انا بس يمكن هنتكلم عن ان قد ايه يعني يبقى في انقاذ لمصانع كبيره مهمه كانت متعثره وترجع تاني للعمل في صناعات هامه زي لمبات ليد. لمبات ليد النهارده العالم كله ما يقدرش يستغنى عنها. بس عايزه اقف كده ولو استاذن استاذ اسلام يجيب لنا على الشاشه جزء من الفيديو وشكل البنات العاملات الشابات وهم بيشتغلوا في مجال برضو فيه يعني دقيق جدا زي لمبات الليد. ممكن نقطع على الشاشه واحنا بنعلق بعد اذنكم. هي حاجه مشرفه هبه، قد ايه حلو، قد ايه جميل طول الوقت مش قاصر على الرجاله. في دعم للدوله طول الوقت لكل القطاعات وخاصه القطاعات في المجالات الصناعيه، في اهتمام، في نهضه صناعيه جايه ان شاء الله. انا بس طبعا بصي هبه صح، يعني البنات والشابات فرص عمل، اولا فرص عمل للشباب، وعي البنات يا ايمان، وعيهم ان هم يطوروا طبعًا من نفسهم ويخشوا مجالات جديده طبعًا مش متعارف عليها بالنسبه لهم ولا حتى بالنسبه للعمال الشباب. لا ما قولي لي طلعي لي مجال واحد في مصر دلوقتي الست او البنت ما بقتش مشاركه فيه ورافعه راسنا وقد الكلمه وقد القول. بصوا البنات حاجه جميله، بس انا عايزه ارجع اتكلم. الله عليكم يا بنات مصر شبابنا كمان حلو لما بتشغليه بيشتغل، وبالذات البنات دايما بصراحه. الله يعني عليكم طبعًا. الالتزام بالزي ومعايير السلامه وشيء يفرح.